يبي لها كف. ليه ابو عبد الله؟ ليه بنستنى؟ وينك لك ثلاث ايام؟ نبي نهيص. ثلاث ايام وينك؟ والله يا ابو عبد الله تعرف صيام وانتظر صيام وترقص لي مع المغرب مع الصفرة تقول صيام تضحك علينا حنا. انت موضوعك شنو يا ابو عبد الله؟ انت وينك ثلاث ايام وينك؟ خلك ثلاث ايام ولا عشر ايام؟ اقسم رصيدي. لا انت صاحبي يعني ما بيننا. اقسم رصيدي اقسم رصيدك اساسا منتهي. انت باقتك التبن منتهية. اتق الله يا ابو عبد الله. قاعدين نفعل لنا ثلاثة شهور على الفاضي. تقول لي ثلاثة ايام ما يكفي. اقسم بالله لا اسوي لك الغاء متابعة. شفني حلفت. يا قلبي يا ابو عبد الله شو اللي تسويه بس خلني تمشي اخوي اتحق معي. تراني النفس اصلا هنية جايك مبسوط وبتخرب ام المود وجوي وناسة. ما ينفع يا ابو عبد الله. طيب ايش تبغى الحين؟ ابي اقهويك. تقهويني؟ اي. الله يكثر خيرك توكل على الله. ايه هتعود ليش؟ بسم الله تقبل الله دعيت لي ابو فيصل اللهم امين ادعي لي وكثر لي الدعم مخصوص الله يسعد هذا مخصوص الله يسعد هذا الله يسعد هذا وحاول تدين نفسك واجد وانا بدي لك والله يكتبها ان شاء الله يحقق امان جزاك الله خير فيك الخير والبركه الله يجزاك خير ويتقبل منك قهوة والله استغفر الله توب إليه لا إله كبر وهلل قولوا لا إله إلا الله حسين ومسلم كل الله أنت قهوة عزم كنابي دوز دوز؟ إيه ما أبغى دوز أنا عزم كبنا حرام أنت لو عازمني ما تشرط عليك أنا بقى كيمستري انت لو تبى الرجيمه ما تشرب عشان ما تنحرم العزيمه احنا نلزم في كل مكان وزمان ماني في حاجه تعزيمتك ترقمتك انا خاصه ومحبوبه وش يحفها حف الشياطين كله مغرب فلان وفلان تاكل في اعراض العرب اتق الله ولا تغتاب المسلمين احنا في ايام فضيله انت علامك علي انا ما فيني شيء الا والله فيك البلا والجلا طيب انا بتقهوى فيني البلا والجلا وبتقهوى في الكافيه كمستري كمستري امشي الله على ما ينفع